الرئيس بكل ما اشتملته كان أغلبه في الجانب الاقتصادي إلى موضوع آخر لا يزال يشغل الشارع المصري وموجود في مرتبة متقدمة على الأجندة المصرية. إذا كانت وزارة الزراعة أصدرت قبل أيام قانون، وهذا القانون غلظ العقوبة اللي وصلت للحبس لغاية 5 سنوات في الاعتداء على الأرض الزراعية والبناء عليها، وإذا كان في وجهات نظر من بعض الفلاحين أن هذا القانون لم يراعي احتياجاتهم وضرورة توفير بدائل ليهم، فالمسألة لها علاقة أيضا بتغيير ثقافة وبحوار مجتمعي وبإعادة الحديث عن البدائل بصورة حتى بعيدا عن القانون. وده النهاردة بتحاول أنها تعمله وزارة الزراعة وغيرها من الجهات. والنهاردة كان في تدشين لحملة قومية للتثقيف والتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، محاولة لاستعادة القيم القديمة، قيم أن الأرض عرض وأن ما لا يجوز أبدا التخلي عنها بأي طريقة تخصم منها بشكل من الأشكال. كنا هناك وسجلنا جانبا من هذه من فعاليات الحملة، نشاهد. بحضور عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، وبمشاركة عدد من كبار الفنانين والمثقفين، أطلقت اليوم أكبر حملة قومية للتثقيف والتوعية بخطورة التعدي على الأراضي. أنا دائما في منتديات دولية أقول أن الفلاح المصري هو أول باحث علمي للزراعة في العالم. لقد قام بالتجريب وقام بالبحث وقام بالزراعة وصبر على ذلك لسنين طويلة. تعديت شغالة قبل الثورة، وبعدين زادت في الثورة لأن كان في فوضى خلاقة طبعا. ولكن فين الجهات الحكومية؟ فين المحليات وفين الزراعة وفين الشرطة؟ يسيبوا المواطن يتعدى على الأرض الزراعية، هم كانوا فين هو بيبني؟ كان المفروض يمنعوه. مشكلة بين التنفيذين والفلاحين، الفلاحين دي أرضه وعرضه، ولكن التنفيذين شغلهم على ورق، شغل مع احترامي الكامل ليهم، ده في مكتبه عاوز ينفذ، انزل اتحاور معاي، شوف مشكلتي فين. تعالوا نتحاور، تعالوا نتكلم لحماية أرض مصر وحماية كرامة الإنسان، كرامة الإنسان في سوق الفلاح المصري التي لم تؤخذ في الاعتبار أبدا، لم تحترم أبدا، لم يتعلموا، لم يتثقفوا، لم يعرفوا حاجاته. إذا كان هذا الموضوع له طبيعة قانونية تتعلق بفرض سلطة القانون ومنع أي تعدي والوقوف أمام جشع البعض، فله أيضا طبيعة أخرى تتعلق بفكرة احتياجات الفلاحين اللي بطبيعتهم أو ما نعتقده عنهم حتى هذه اللحظة أنهم بيقدسوا أرضهم الزراعية. هنبحث الموضوع من الوجهتين. معانا على الهاتف سيادة اللواء عمر الشوات في محافظة الدقهلية، ومعانا على الجانب الآخر المناضلة المعروفة الأستاذة شهندة مقلد صاحبة التاريخ في الدفاع عن حقوق الفلاحين. لو بدأنا من عند الأستاذة شهندة وسألناها هل القانون بيتجاوز هنا يعني فكرة تطبيق القانون، هل هي هتكون على حساب احتياجات الفلاحين ولا بتراعي هذه الاحتياجات في تقدير حضرتك؟ شوفي حضرتك، الأولوية الأولى للحفاظ على الأرض الزراعية المصرية وتحديدا أراضي الدلتا اللي هي أجود أراضي في مصر كلها، فهي أولوية أولى. أنا الحقيقة بميل إلى اعتبار إن القضايا متشابكة، يعني ما أقدرش أعمل إنجاز في حاجة وأسيب حاجة تانية. صغار الفلاحين اللي هو بياخد إيراث أو 50 متر أو 60 متر عشان يبني لابنه شقة عشان يجوز فيها ابنه، تختلف تماما عن اللي بيجرف الأرض عشان يبني مجمع استهلاكي عشان او يعمل ملعب زي ما بدا بقت موضه كوره ويعمل بتاعه صاله افراح. لو شوفي حضرتك ماذا تم من في خلال ال3 سنين دي على ضفاف الاراضي الزراعيه وانت مسافره من هنا لاسكندريه او للمنوفيه او لاي، وتحديدا في محافظه الدقهليه او للدقهليه باعتبار ان معانا سياده اللواء الشواطفي على الخط. الدقهليه ايضا طبعا. اهلا بسياده المحافظ، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هنا التجديد في العقوبه انا رايي لازم يكون بيراعي هذا الجانب. هذا الجانب في فرق بين انا بعمل ايه في الارض اللي انا باخدها وكميتها هل هو بيراعي هذا الجانب؟ وبطرح هذا السؤال على سياده اللواء عمر الشواتفي. تمام. كل هو طبعا الاراضي الزراعيه حضاره مصر القديمه قامت على المجتمع الزراعي واستقراره. نهر النيل كان راح مقدس لا يتم تلويثه.
صحيح. احنا الفترة اللي مضت في تلوث وفي اللي بيموت له بهيمة بيرميها في النيل. صحيح. دي كلها جرائم للأسف. يحرمها الشرع ويعاقبها القانون. التعدي على الأراضي الزراعية ما بيتمش بالبناء وبس. بيتم بإلقاء الصرف الصحي في الترع ونهر النيل والصرف الصناعي. هل في تساوي في التعامل القانوني والتعامل التنفيذي؟ يعني حضرتك لما كمحافظ لما بتطبق القانون هل بتطبقه بنفس الدرجة على الشخص اللي بيلوث مجاري المياه زي ما حضرتك قلت، أو اللي بيبور زي ما الدكتور زي ما الأستاذة شاهندة قالت بيبور أرضه عشان يبني عليها ملعب أو صالة أفراح، وبين شخص ممكن يكون محتاج حجرة زيادة عشان هيجوز ابنه أو بنته؟ يمكن أنا برضو بقول المقاومة تكون أرض زراعية مش بإزالتها وبس. لا، ده في الوقاية. الوقاية إزاي؟ أغلب اللي بيبنوا على أرض زراعية زمان القرية كان حجمها صغير وزمان الزراعة كبير. فكل ما بيخلف بيكبر البنى، بيكبر المباني. كل القرى الساحلية اللي موجودة في البحر الأحمر وفي سيناء العاملين فيها من القرى. صحيح. ومن الريف المصري. صحيح. بيقعد هناك ثلاث أسابيع وينزل القرى بتبني عمارة أو اثنين علشان العمالة، وتنزل ينزل العامل أجازة أسبوع كل ثلاث أسابيع. في هذا الأسبوع بيعيش حياته الزوجية وبيخلف والمجتمع يكبر ويبقى محتاجين مدرسة ومحتاجين سكن ومحتاجين وحدة صحية. وكل ده بيتبني على الأرض الزراعية. على الأرض الزراعية. ممكن أستوعب الزيادة السكنية إن هؤلاء العمال لو اتبنى لهم مجتمع عمراني جنب القرى السياحية ويبقى فيها المنزل. طب يعني هل دي مسؤولية الفلاح ولا مسؤولية الدولة هنا؟ مسؤولية الدولة. يمكن أنا ناديت بالمبادرة دي في أكثر من اجتماع إن لابد إن أصحاب القرى السياحية المحترمين اللي خدوا المتر بدولار يعملوا مجتمع عمراني بسيط ويستقدموا الناس اللي هم بيشغلوهم عندهم بأسرهم. السكانية لو حضرتك توقف على الطريق مصر ضيق صحراوي الفجر، انا عملت الكلام ده لان قبل ما امسك المحافظ كنت مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدوله، فكنت بعمل الدراسات، فكنت بقف الفجر ابص الاقي العربيات المصنع بتنقل العماله اللي جايه من الدلتا. العربيات تبقى الفجر ماشيه فيها العمال راكبين عربيات مصنع بطريقه غير ادميه. صحيح. ولما يحصل حادثه بيموتوا زي الفراخ على الاسفلت. صحيح. يروح يشتغل طول النهار في المزرعة أو الأرض بتاعة رجل الأعمال اللي بيسطح في الصحراء، وآخر النهار يرجع تاني يرجع يتجوز ويخلف برضه ونعتدي على الأرض الزراعية. لو العمالة دي أصحاب المزارع دي عملوا قرى موحدة لكل كذا، بس الكلام ده لازم يكون رجل الأعمال ده عنده مساحة شاسعة عشان يقدر يعمل ده، لكن شو واحد واخد خمس فدادين مثلا؟ ما هو للأسف مساحات شاسعة، لو مساحات معقولة ممكن برضه أكثر من واحد يساهموا في القرى بحيث ان. طب خليني اسال ست شهنده على القصه دي. ست شهنده، انت اكتر واحده تقدري تفهمينا نفسيه الفلاح اللي كان يعني بيعير وفاكره الاغاني عواد بع ارض وغيرها بان هو حتى بيبيع ارضه، ما ناهيك عن ان هو يجرفها او يبني عليها او يحولها من ارض منتجه لسلعه زراعيه لانها تتحول لصاله افراح. ايه اللي حصل؟ هقول اللي بيعمل كده مش الفلاح الصغير يا حبيبي. اللي بيعمل كده كبار او متوسطي الملاك اللي خدوا نتيجه قانون طرد المستاجر من الارض، لان اللي كان بيحافظ على الارض واللي بينتج لنا لقمه عيشنا المستاجر صغار الفلاحين صغار الزراع. لما صدر القانون بتاع طرد المستاجرين تحول الفلاحين لجيش زي ما سياده المحافظ بيقول، لجيش من العمال اللي بيسافروا ويرجعوا ويروحوا عشان يبحث عن لقمه عيش لأسرته اللي هي بقت من غير دخل. فاللي حصل ده ما يحدث الآن هو نتيجة سياسة زراعية ممنهجة. معلش أنا دايما بخضع الخطوات دي للتخطيط السياسي. سياسة زراعية ممنهجة لتحولنا إلى دولة استهلاكية مش دولة منتجة. وبالتحديد في الزراعة، وأول من توجه له كل السياسات الخاطئه كانت سياسه وزاره الزراعه. فان سياسه جديده من الوزير الجديد ارجو هذا، ومن رئيس الجمهوريه وهو يعلم، وهو الذي طرح فكره الظهير الصحراوي قرى تبنى ويبقى فيها اراضي والفلاحين اللي اتطردوا زي مشروع مديريه التحرير اللي اتعمل زمان بالظبط كده. الفلاحين اللي اتطردوا من الاراضي دول كانوا يا استاذه منى
كانوا مجند، بعض المجندين في الجيش كانوا لما بيخرجوا بيبقوا من الناس اللي بيحق لهم انهم ياخدوا اراضي اصلاح زراعي، وكانوا بيخيروا تاخدوا وظيفه ولا ارض، بيختار وظيفه. حتى هذا المجند اللي دفع ضريبه الدم في الجيش بيطرد من ارضه، وانا ارسلت مئات الرسائل ايام طرد المستاجرين. فهنا احنا لابد ان نظريه الاوراق المستطرقه يعني مش هينفع اصلاحات جزئيه، لازم اصلاح على ما يعني تخطيط، سياسه زراعيه وقوميه متكامله. أنا بشكرك الأستاذة شاهين دمقلد النشطة السياسية والمناضلة في مجال الدفاع عن حقوق الفلاحين. أنا بشكرك، بشكر كمان سيادة اللواء عمر الشوات في محافظة الدقهلية الذي طرح حلول من وجهة نظره لحل هذه الأزمة، بتستدعي أيضا نوع من أنواع التخطيط الواسع لاستيعاب العمالة الزراعية، وبالتالي ما يكونش البديل الوحيد أمام الفلاح عشان يتوسع هو أنه يبني في أرضه أو يحولها إلى ملعب كرة. من